السيارات الدورية. مرحبا صغيرتي أمبر وصغيرتي كيتي، هل تجربان زلاقة مدينة السيارات للمرة الأولى؟ واو، هذا يبدو مذهلا، هل أنتما مستمتعتان بذلك؟ حسنا صغيرتي أمبر، حان دورك. أحسنت عملا صغيرتي أمبر. صغيرتي كيتي، حان دورك. واو، أوه عزيزتي كيتي الصغيرة، أنت عالقة، ماذا يمكننا أن نفعل لنخرجك من هنا صغيرتي كيتي؟ فكرة جيدة صغيرتي أمبر، لنتصل بسيارات الدورية. مات، فرانك، هيكتور، نحتاج مساعدتكم. الصغيرة كيتي كانت تتزحلق وهي الآن عالقة، هل يمكنكم إيجاد طريقة لإنقاذها؟ ممتاز، هيا بنا. لا تقلقي صغيرتي كيتي، سيارات الدورية هنا لإخراجك من الزلاقة. مات، هل يمكنك إيجاد حل لهذا الموقف؟ أوه مات، هل تعتقد أن هز الزلاقة قد يحرر الصغيرة كيتي؟ لقد كانت فكرة جيدة، لكنها عالقة بشكل أكبر مما توقعنا. هيكتور، هل لديك أي أفكار؟ هذه فكرة رائعة هيكتور، لو استطاعت السنارة التقاط كيتي فيمكنك رفعها من أعلى. أعتقد أن الماء يجعلها متزحلقة جدا، فلا يمكنك رفع الصغيرة كيتي هيكتور. أوه أعزائي، لا أفكار أخرى لدينا. فرانك، هل يمكنك التفكير في أي شيء لم نجربه بعد؟ لا أعتقد أنه الوقت المناسب للتزحلق على الزلاقة، ستصطدم بالصغيرة كيتي. واو فرانك، ستدفع كيتي خارج الزلاقة باستعمال خرطوم المياه. صغيرة كيتي، هل أنت بخير؟ يبدو أن فكرتك المجنونة قد نجحت فرانك. احترسي صغيرتي كيتي. كان المشهد استعراضياً. عمل جماعي رائع يا رفاق، تمكنتم من إخراج كيتي عندما عملتم بروح الفريق.
أعتقد أنكم تحتاجون بعض المرح الآن. ما رأيكم بتجربة الزلاقة يا رفاق؟ فرانك، لما لا تبدأ أولاً لأنك من أنقذتنا اليوم؟ وهذه المرة من غير دوران. شكراً لمساعدتكم لنا سيارات الدورية. نراكم مع مغامرة أخرى قادمة. هاي يا صغار، هل أنتم مستمتعون؟ الصغيرة بيكل تقول أنهم يتظاهرون باللعب في بطولة الفيفا. أوه لا، أتمنى أن لا تفقدوا الكرة. انظروا، ها هي الكرة. احترسي صغيرتي بيكل. أوه لا، أعتقد أن صغيرة بيكل عالقة. فكرة رائعة يا صغار، سيارات الدورية ستنقذ الموقف. مرحبا سيارات الدورية، نأسف لمقاطعتكم عن المباراة، لكن نحتاج مساعدتكم. الصغيرة بيكل وقعت في النهر وهي تحاول إنقاذ الكرة ولا يمكنها أن تخرج. هل يمكنكم القدوم لمساعدتها؟ هذا رائع. الصغيرة بيكل ليست هنا، يبدو أن التيار قد جرفها بعيداً. ها هي الصغيرة بيكل. فكرة رائعة فرانك، يمكن سحب الصغيرة بيكل من التيار بهذه السنارة. الصغيرة بيكل لا يمكنها أن تتحرك، يبدو أنها عالقة في مجرى النهر. أعتقد أن مات لديه فكرة. لا تقلقي صغيرتي بيكل، سيارات الدورية سيجدون طريقة لإخراجك. الحلقة القابلة للنفخ، أفهم بما يفكر مات. هل يمكنك أن تحاول الدخول في الحلقة صغيرتي بيكل؟ لقد نجحتِ. انظروا يا صغار، فرانك قام بإرجاع صغيرة بيكل. الصغيرة بيكل تشكركم على إنقاذها من الماء وتعدكم أن تكون أكثر حرصاً في المرة القادمة.
صغيرة بيكل تتحداك في لعب مباراة كرة قدم. استمتعوا بوقتكم جميعاً، نراكم في المرة القادمة. سيارات الدورية. مرحباً، ها هي سوزي، تبدو وكأنها مستمتعة على طريق الغابة. أوه لا، الرياح أوقعت شجرة هنا. سوزي، هل أنت بخير؟ يبدو وكأن تلك الشجرة قد أصابت ظهرك، نحتاج أن نأخذك إلى المستشفى وأن نرفع هذا الجذع عنك. لنتصل بسيارات الدورية. هي فرانك، تعال هنا، سوزي في مشكلة وتحتاج مساعدتك. مات، هل تذهب للبحث عن أمبر؟ فرانك، هل تأتي معي؟ هيا يا رفاق لنتحرك. نحن هنا سوزي، مات وفرانك سيساعدانك. شكرا فرانك، لننتظر أمبر الآن. مات ذهب لاستدعائها. لا تقلقي سوزي، مات ذهب ليطلب من أمبر سيارة الإسعاف القدوم لمساعدتك. ها هي. مرحبا أمبر، شكرا لمساعدتك. لقد أشعلت المصابيح الخضراء، يمكنك الدخول الآن سوزي. ممتاز، إنك تدخلين سيارة الإسعاف بثبات. عظيم، لقد وصلنا المستشفى. مسكينة سوزي، من المؤكد أن هناك إصابة في الأعلى، لكن لا تقلقي، أمبر ستعتني بك. أعتقد أننا يجب أن نقوم بتنظيف الجرح أولاً أمبر. مستعدة سوزي؟ أغلقي عينيك. حسناً سوزي، أمبر لديها بعض القطن، سوف تكونين نظيفة وجافة حالاً. أوه، هل هذا يدغدغ سوزي؟ سنضع لك ضمادة الآن سوزي. انتهينا، تمت معالجة جميع المشاكل. هل أنت أفضل الآن سوزي؟ يبدو وكأنك جاهزة للذهاب الآن.
سوزي ما زالت تبدو حزينة، أليس كذلك أمبر؟ هل تريدين أن تجعليها تبتسم مجدداً؟ حسناً، لنرى ما يمكننا فعله. من المؤكد أن هناك أحد في مدينة السيارات يمكنه مساعدتنا. هي، انظري أمبر، إنه مات سيارة الشرطة ومعه بعض البالونات. يبدو وكأن مات يعطي البالونات لأمبر. شكراً مات. هل هذه البالونات لسوزي؟ أمبر لديها شيء آخر لك سوزي. لا تقلقي، لن ترش عليك الماء هذه المرة. يمكنك فتح عينيك الآن. جميل أن نراك تبتسمين مجدداً سوزي. أحسنت عملاً أمبر. حان وقت عودة أمبر للمستشفى. وداعاً أمبر، وشكراً جزيلاً للمساعدة. سيارات الدورية. اجهزوا، استعدوا، انطلقوا. مستمتع بسباق هكتور؟ مذهل. ما هذا الصوت المزعج؟ برج الاتصالات على وشك السقوط. يفضل أن نتصل بسيارات الدورية حالاً. هل يمكنك الإسراع أكثر؟ يمكنك ذلك؟ ممتاز. هناك مشكلة كبيرة يا رفاق، هل يمكنكم القدوم فوراً؟ ممتاز. أسرعوا أصدقائي. هل يمكنك إخبار مات وفرانك ما هي المشكلة؟ برج الاتصالات على وشك السقوط؟ السيارات ستتسابق بجانبه تماماً؟ يجب أن نسرع قبل أن يصاب أحدهم بأذى. لننطلق إلى ذلك المبنى حالاً. هل يمكنك استعمال سرعتك الخارقة مات؟ مذهل، هيا بنا. يا رفاق، مات يقول أن عليكم أن تبتعدوا عن الطريق حالاً. برج الاتصالات على وشك السقوط.
فيكتور يقول أن تايلر وكيتي يقتربان من البرج، يجب أن تسرعوا. تريد من فرانك أن يتحرك باتجاه البرج وينتظر؟ تريد ذلك؟ حسناً. إنه هناك الآن، مات. ما هي خطتك؟ هيكتور، هل يمكنك استعمال سنارتك في رفع المبنى؟ مات! هيكتور لا يمكنه رفع المبنى بمفرده، إنه يحتاج مساعدة. فرانك، يمكنك استعمال سلمك للمساعدة في تقويم المبنى. أحسنتم عملاً يا سيارات الدورية، نراكم في المرة القادمة.